اليوم الخوت راجينا المعسرة ديال الخويل، اللهم بارك. ان شاء الله جماعة المربوح النمرة غندخلو نشوف لكم الزيتون، ونشوف لكم الزيتون كيفاش يتعصر، والله يدير الخير والله ييسر الامور. هاو معنا نمشيو ندخلو. الحجرة اللهم بارك، الزيتون ديال الطحن ثلاثة تبارك الله. العملية الطحنية هذه غنشوف لكم ثاني، العملية ديال التصفية ديال الصفاية. هذا دابا هنا كيطحن الزيتون. ها لا حول ولا قوة إلا الرحمن. هذه شنو هي؟ الملاكسون. هذه كيهبط من الزيتون من الحجرة. الملاكسون. الملاكسون. ها وكيعمر في هذا الشريو. يعمر في هذا الشريو هذا. كيعمر هنا في هذا الشريو. من بعد كيمشي للكريكات. هي الله يعطيك الصح. توصل المكانة 400 هنا. توصل 400؟ 400. كاين اللي كيدير المكانة على 300 كيحرر الطار داك الكريك ولا شي حاجة. اه. حنا كنزيدو 100 من 400. توصل 400 يحيد من الكريك. جيتي يعني أنت جيتي على غفلة. اه. كتشوف دابا فين غادي الموري، غادي عند 400. غادي عند 400. ماشي 300، 400. اي. وكنديرو من الشريط وكنغلفو من البلاستيك هذا باش ما طيحش شي حاجة ديال الزيت هنا الموالية وتضيع ولا شي حاجة. اي. باش يبقى داك الشيء مزيان. اي الله يحفظك. كما هو. كاين. كيمشي من هنا. يجي البرميل. من البرميل ثاني تبقى عملية ديال السبلاي. لا البرميل كيبقى هنايا. ومعك عبد الرحمن خويا بخير، الله يحفظك الله يعزك. كيبقى حد 10 سوايع ولا 8 سوايع في البرميل. تيصفى. اه كيصفى كيولي الزيت طالع الفوق. وداك التخت تيبقى لتحت. المرجان تيبقى لتحت. كتبقى ديك الحمراء كتبقى بين الزيت هي اللي كتدوز الصفاي. اي. دابا بحال هذا هو راه صافي دابا. هذا صافي هذا دابا. شيخ. اي الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة تبارك الله. اللهم بارك. هذاك الشوية اللي كيبقى هنا. اه. العملية الأخرى كتدوز الصفاي. فين تيمشي؟ راه صافي هذا. هذا دابا صافي. هذا دابا صافي شتي. اي الله يبارك. دابا كيبقى لينا غير العملية الأخرى ديال الصفاي. الصفاي كاين ليه؟ اللي كيبقى هنا ديال الحمراء هو اللي كيمشي للصفاي. كيمشي للصفاي. اي نعم خو عبد الرحمن. الشوية اللي باقي ليه الشكل ديال التخت. اه. انا غادي نبدلو ديك الصفاي خو مصطفى. اي ضروري ياك. ضروري خو مصطفى. باش داك الشيء يتصفى على حقه وطريقه. يتصفى على حقه وطريقه. كان شي انسان يبقى من عندك شي بركه ديال الزيت ويبقى يتباع مع الدعوه. اي الله يحفظك. دابا مثلا خو عبد الرحمن الناس برانيين خارج من القلعه. اه. مثلا اتصلوا بك تتعامل معاهم تحل لهم كل شيء. تتعامل مع خو مصطفى وانا في واحد الطبق ما كنخدمش مع الناس بالزيتون ولا هذا الشرف ديالي وعلاش كنخاف خو مصطفى. الله يحفظك الله يكبر فيك. الناس مع الناس بالثقه. الله يحفظك. لا راه انا ما عارف كاين المعقول وعارف داك الشيء لا عمره دار ما نجيش عندك خو عبد الرحمن. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يحفظك خو عبد الرحمن. الله يحفظك الله يحفظك. تنجيو ديروا الغلم من الفير ما من الكوري كلشي. الله يعزك. الزيتون. اه. كدير النمره ديال الزيتون على برا وكتدخل كتبقى جايه من العمليه. جايه حتى البرميل. حتى البرميل. عاود ملي كتصفى كتبقى في البرميل ديال مولاي بحال هذا الشكل هذا دابا. اي اي. هذا دابا فيه الزيت ديال مولاي. هذا ديال الزيت ديال مولاي هذا صافي هذا مقاد. اي هذا مصفي هذا. اه مصفي. اي الله يحفظك. تواصلوا لك سميتو صافي. بارك الله هذاك الشيء راه مليح بارك الله هنايا الخوت. اللي خاصها شي حاجه راه مرحبا الخوت. الكريكات هادو الخوت. صراره كبيره يلاه بداو الناس يحطوا الخوت. والاخوه اللي تيقول لكم الزيتون راه تيعطي 20 راه تيكذب عليكم. الخوت ما عطيش 20 الخوت عطي الحاج كدير بخير الله يحفظك الله يبارك فيك. وبغيناك تشرح للاخوه الله يحفظك الحاج اشحال الزيتون شحال عاطيه بالدقيق شحال عاطيه الله يرحم الوالدين. دابا كاين شي وحدين دابا صناهم قال لك السي عاطي 20 الزيتون. ما كايناش هاد الهضره ما عطيتش 20 الله يرحم. 20 في الروميه هذه. هاي هذه روميه. هذه هذه روميه. هذه روميه الخوت هذه. ها هي روميه فيها روميه تعطي فيها 19 20 ياك الحاج. هاي هاي هي الله يحفظك الله يرحم والدين. ها لا هي هذه روميه. هذه هذه وي روميه وي بلديه الخوت راه عاطيه 15 16 حتى 17 كاع اللي كانت شي الجوده وشي زيتون تاري مزيان ومهلي فيه مولاه.
باش عرف واحد القضيه، ماشي 20 راه ما عطيش 20 الخوت. ومرحبا بالاخوان، راه هاد الحاج الخويل اللي خاصه شي حاجه مرحبا به. الحاج هاد الشيء اللي كاين الحاج، ياك الله يحفظك. هادي دابا هادي الاخرى رومي، هادي بلديه، هادي بلديه. عطيه 15 16 14. هذا هو الحساب، هذا هو الحساب باش تكونوا واضحين، ما نكذبوش على عبادنا. الله يرحم الوالدين، ما نكذبوش على عبادنا وما نزهطوش على عبادنا. لا ماشي دابا تيقولوا 20 الناس كيكذبوا على عبادنا باش زعما الناس يجيو عندهم، الناس يجيو عندهم. هذيك راه مصلح ما خابوا قاش ما بقاش. ومن جيت السيدو تعطيها 15 14 تقول لي 20 تعطيها 15 ما معقولاش. لا ما معقولاش، بنادم يزكي راسه شويه. لا الحاج الله يرحم الوالدين، الرومية راه كاينه 19 كاينه 18 كاينه 20 في الرومية. اي الله يحفظك. كما سمعتوا الاخوان، الحاج دابا راه هو اللي دابا من البدايه بدا، راه عارف شحال تعطي الزيتون الخوت. راه قال لي 15 16 حتى 17، سي زيتون تاري مهلي فيه مولاه يعطي 17، هذا هو الحساب. واكثر هي قليله تعطي 15 لك 14. نتحدى شي واحد اللي كانت البديه كتعطي 20 نتحداها انا ليه. الله يحفظك اودي الحاج، بارك الله فيك، الله يحفظك ونشكرك بزاف. الله يحفظك والله ييسر الامور ان شاء الله، الله يدير الخير. ومرحبا اللي جا عند الحاج، مرحبا به الخوت. لا ما يخدم يخدم بالمعقول، ما يخدمش بالتحرام. الله يرحم الوالدين. هادي راه رومية الخوت، هاي هادي راه رومية، هاي كتعطي 18 19 حتى 20 لا تعطيش. راه رومية رومية الحاج ياك، كتسمى بيشيلين. هادشي بيشيلين، هي الله يحفظك الله يكبر فيك. هذا مصفي، هذا زيد دابا صافي. هي الله يبارك، تبارك الله تبارك الله، خيرات ربي تبارك الله. راه مولاه معيطنا غير اللهم بارك. ها انت اخويا عبد الكبير، المعلومة ديال الثمن ديال الزيتون شحال واصل دابا؟ الزيتون اليوم اتصل لك السيد بالسوق وين من عندو شي سلعة قال لنا 10 دراهم وشي شوية، واش 10 واش بحال 210 دراهم الكيلو. ياك 210 205. 210 205 ولكن واصل مع 10. دابا شحال عاطي دابا القنطار؟ شحال تعطي؟ كاين ما بين 15 16. 15 16. وكاين 17 18 19 كاين في الرومية. في الرومية. دابا اللي كتعطي 20 دابا تكون مخلطه شويه. لا تكون مخلطه شويه، انا دابا راه صافي المولاه يجيب يزيد ديال الله. لا الله يبارك تبارك الله. هذه عطيها 16 هذه هذه الخوت راه عطيها 16 دابا المولاه في القنطار 16. بلديه الله يبارك تبارك الله تبارك الله. تقريبا يلاه يسرتوا هذه السيمانه هذه. دابا النمره اللي قدام ديال ديالك هذيك ولا ديال الحاج؟ النمره ديال الحاج ديال النمره ديالك اللي على برا، مع بديت بها هي اللي ولا جديد النميرو؟ 0-6-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 0-6
عندكم الزيت ياك. هيا الله يحفظك. هذا هو الزيت تبيعوا دابا تبارك الله. لا تبارك الله الله يبارك. لا لا الزيت مليح الله يبارك صراحة. وانا تنطحن عندكم كل عام تنطحن عندكم تبارك الله الله يحفظكم. نطيناها المولاه فسويت الزينه الاولى صافي. هذه دابا هذه صافي. هي الله يبارك. هذا هو التخت اللي بقى ياك. هي الله يبارك. هي الله يعطيك الصحه. هذا هو الصفايه الخوت. ها هو تيخلي داك دابا مخلطة دابا ياك. باقا ما دايرش الصفاي. باقا هادشي. عملية ديال التصفية التصفية الخوت هادي. صافي تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك.
للمعصره الخوت قلعه السراغنه جماعه المربور معصره الحاج الخويد قرب مدرسه المربور اون فاس مع المدرسه ديال المربور. والاخوه اللي خاصها شي حاجه يكون اي مدينه مرحبا. راه عبد الرحمن بحال خونا معقول بحال طاحن بيدو. عبد الرحمن اللي خاصها شي حاجه يتكلف لي بها مرحبا بالخوت الدنيا هادي الخوت. راه عبد الرحمن عارفين وحنايا بحال بحال واحد نفسنا الخوت. اللي خاصها شي حاجه يتصل بيه مرحبا بيه. دابا بحال يلا يسرتوا هاد السيمانه هادي ياك يلا يسرتوا هاد السيمانه ياك هيا نصوروا هنا الحجره خوت هيا هاكا. دابا اشرح لنا كيفاش اخو عبد الدين صافي واخا هذا الشويه اللي كيبقى بين الزيت والمرجان زيت صفانه الزيت يخرج هنا هي المرجان مرجان اي الله يعطيك الصحه. هذا هنا ما فيه الزيت لا والو هذا غير مرجان بوحدو. المرجان كيخرج كيمشي كيمشي الزيت كيبقى هنا الزيت يبقى هنا ملي ما كيبقاش الزيت لا كيتصفى وما بقاش المرجان كيتلف كنعرفوا بلي حنا المرجان ما بقاش فيه الزيت. انا اي الله يعطيك الصحه خفيع المرجان الله يعطيك الصحه الله يعطيكم الصحة الخوت. عملية ديال التصفية الخوت كما تشاهدوا كيفاش يصفيو الزيت الزيت اللي تيخرج الخوت المرجان هو هذا المرجان اللي غادي تيتلاح تيمشي. خاصها شي حاجة راه مرحبا السي عبد الرحمن راه يتكلف غنخليو النيميرو ديالو على الشاشة ومرحبا بالخوت. الله ييسر الأمور والله يدير الخير. تحياتي للإخوان داخل الوطن وخارج الوطن. مثلا عبد الرحمن اللي بغى المشقوق الله يحفظك خويا عبد الرحمن الله يكبر بيك الله يحفظك الله يحفظك. مثلا اللي بغى يجي براني وبغى يطحن بالزيت وباغي يبات كاين فين يكون الله يحفظك الله يكبر بيك الله يحفظك الله يكبر بيك الله يحفظك الله يكبر بيك الله يحفظك الله يعزك خويا عبد الرحمن. نمشي نشوف لكم الحجره كيفاش تدوز العمليه ديال الحجره. الله يبارك والله يدير الخير لكم. هيا الله يبارك جيتوا داخل الحجره تبارك الله الله يبارك. العملية هي هذه مرحبا بالخوت والله يدير الخير والله ييسر الأمور. ها الحجرة الخوت دابا راه هادو باقي بنادم يلاه بدا يجي بدا يطحن الخوت. هادو علاش باقيين دابا الحجرات باقا واقفين مورا تتوليو خدمة تيوليو قدامين بزاف. دابا غيمشي للكريك ياك ولد عمي؟ هيا سير وشو الزيت؟ مليحة لا مليحة الله يبارك. من المعصارة الله يبارك